نشرت أخبارنا الثانية من التنصح مشاهدينا، أهلا بكم. البداية بالعناوين. مفتي الديار الليبية يبارك جهود الخيرين من أهالي الزنتان والمشاشية لعقد الصلح بينهما. الطيران الأجنبي الموالي لما يعرف بالكرامة يكثف من استهدافه لمنطقة وسط البلاد ببنغازي. مواقع روسية تتحدث عن مناورات مرتقبة للقوات العسكرية الروسية قبالة السواحل الليبية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني أن كتابة الدساتير ليست دائما تعني التحكم لما يقوم به البشر ونبذ الكتاب والسنة. مسألة الدستور، معلوم أن نصوص الكتاب والسنة، والذي يقصده أنه لا يجوز للإنسان أن يكتب شيء يتحاكم إليه، بل التحاكم هو إلى الكتاب والسنة. نقول كتابة القوانين وكتابة الدساتير ليست هي يعني دائما تحاكم إلى ما يعمله البشر ونبذ الكتاب والسنة. ولأجل ذلك نحن نقول ونشترط ونكرر أنه لابد أن يكون الدستور موافقا للشريعة الإسلامية وليس فيه ما يخالفها. ومن أجل ذلك روجع جميع القوانين في ليبيا بقرار من المؤتمر الوطني العام وعدلت كل المواد المخالفة للشريعة الإسلامية. فلا نريد دستورا جديدا يستفتى عليه الناس تكون فيه مخالفة للشريعة الإسلامية. ولذلك نحرص ونحمل المسؤولية لكل من يشارك في وضع هذا الدستور أنهم لابد أن يحكموا الدستور وأن يجعلوا المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية يعني حاكمة على كل المواد الأخرى ويحصنوها من كل ما ربما يعني يتلاعب به من تعديلها في فحوها أو في يعني ألفاظها. فلا بد أن تكون محصنة ومقيدة ومضبوطة ويلحق بها كل ما يخالف الشريعة الإسلامية باطل. هذا فرض عين واجب عليهم وهم مسؤولون عنه ويتحملون المسؤولية. كما حيا مفتي الديار الليبية الضباط الذين اجتمعوا في زوارة وطالبهم بأن يتحركوا بقوة وأن يجمعوا شتاتهم وأن يقوموا بواجبهم المناط بهم. حياهم الله وبارك فيهم وجزاهم الله خير. يعني أريد منهم أن يعني يتحركوا بقوة وأن يجمعوا أمرهم ويجمعوا شتاتهم ويوقظوا نائمهم ويعملوا على إنقاذ وطنهم. فإننا لا مل بعد الله عز وجل منوط بهم وعليهم أن لا يركنوا ولا يسكتوا وأن يقوموا بواجبهم الذي كلفهم الله به. فإنهم إذا قاموا وانتفضوا وجمعوا أعدادا كبيرة فإنهم سيبطلون أكذوبة حفتر، الأكذوبة التي افتضحت ولكن ما زال الناس يتبعونها على ضلال. يعني أكذوبة أن حفتر يمثل القوة عسكرية ولا جيش ولا كذا وأنه يحارب الإرهاب، كذب وبهتان، وهو الحامل للإرهاب وهو الداعم للإرهاب. فعلى أهلنا في الجنوب وفي الغرب في طرابلس يعني ملتقى الضباط أن يتكاتروا وأن يتنادوا وأن يعني يحزموا أمرهم ولا ينتظروا، لأن الحكومة خذلتهم. هم قالوا في بيانهم أنهم طلبوا من حكومة الأمم المتحدة أن تعين لهم رئيس الأركان وتمكنهم، ولكن الحكومة خذلتهم. الحكومة كأنها يعني معلومة أنها يدها مع حفتر وهي وجه آخر لحفتر للأسف. وذلك يعني هذا من الطامات من البؤس الذي حل بمنطقة الغربية. يعني هذه الحكومة الناس أملوا فيها خير ومكنوها وآتت بحماية الغرب وحماية الدول الأجنبية، ثم هي تسمع وتطيع لأوامر الغرب وأوامر التي من الخارج، ولكن أهل بلدها وأهل وطنها لا تستمع لهم. فالجيش هذا هو الجيش الوطني، هذا هو الجيش الحقيقي. أنتم تقولون تريدون الجيش، هذا الجيش قد اجتمع الاجتماع الأول والاجتماع الثاني وطالب أن ينصب، يعني يوضع له الأسس المعمول بها في الجيش،
ينصب له الأركان والرئاسات وينظم له الأمر ويدعم بالمال وتفتح له المعسكرات بحيث يؤدي واجبه. كما بارك مفتي الديار الليبية الجهود التي بذلت من قبل الخيرين من أهل الزنتان والمشاشية لعقد الصلح بينهما. الحمد لله الذي هداهم لهذا، ونسأل الله تعالى أن يثبت أمرهم ويبارك جهودهم ويبارك جهود الخيرين المصلحين من أهل الزنتان ومن أهل المشاشية الذين سعوا في هذا المسعى الطيب الحميد وأرجعوا الناس إلى أوطانهم. الذي يريد أن أقوله دائما وكنت دائما أؤكد عليه في مثل هذه المصائب التي حلت بنا، سواء كان فيما يتعلق بالمشكلة بين المشاشة والزنتان ولا بين تورغة ومصراتة، أقول لهم الله تبارك وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولها ما كسبت عليه ما اكتسبت. فما فيش أحد يحمل وزر الآخر، يعني الناس الذين قد يكون في أهل المشاشة ولا في أهل الزيتان منهم من ظالم، منهم من ظلم، ومنهم من قطع الطريق، ومنهم من اختطف، لكن ينبغي أن تقتصر العقوبة على المجرم وعلى الظالم وحده، ولا تتعدى إلى قرية بجميع بأهلها كل زي ما يفعل الآن حفتر بأهل درنة. ميدانيا، قال مركز السرايا الذراع الاعلامي لمجلس الشورى ثوار بنغازي ان طائره حربيه بدون طيار من نوع بريدتر شنت عده غارات جويه على منطقه وسط البلاد صباح الاربعاء. الطائره المسانده لميليشيات مجرم الحرب حفتر نفذت اربع غارات على مناطق الصابري وسوق الحوت، خليفه دمارا كبيرا في منازل المواطنين، عدم حدوث اي خسائر بشريه في المكان. يشار إلى أن الطيران الأجنبي المساند لحفتر لم يتوقف على استهداف منطقة وسط البلاد. أظهرت صفحات تابعة لثوار مدينة بنغازي أحد مقاتلي مجلس الشورى في مقطع مصور ويدفن جثة من عناصر ميليشيات الكرامة ممن حاولوا التقدم نحو تمركزات مجلس الشورى بمنطقة وسط البلاد. وأكد في المقطع أنه بعد محاولة تقدم لميليشيات الكرامة تم صدهم وسحب جثة قتلهم التي تركوها. وذكر مناصر الكرامة أن ينظروا ماذا حل بأبنائهم وكيف أن مجرم الحرب حفتر وقادة الكرامة والمداخل يتنعمون، مشيرا إلى أنهم أبناء بنغازي ولا يتبعون أي تنظيمات أو أحزاب، وما قاتلوا إلا من أجل إخراج مجرمين من بنغازي وليس بينهم وبين أهلها عداوة. مجموعة سحب الجثمان الضيعي، طبعا الأبناء بنغازي اللي يدفع فيهم والشر هو هم أول الشر، هم المداخلة يجيبون في فتاوي من السعودية سواء من ربيع المدخلي ولا من مصر من رسلان وغيره، يعني سبحان الله بحمدي، يعني بعد هذا كله شوفوا يا أبنائنا يا أهلنا في بنغازي أبنائكم وين، وشوفوا المداخل العظيمة وين، يعني شوفوا أبنائكم وين، وشوفوا قادة الكرامة وأبنائهم وين يتنعموا برا البلاد، يعني شوفوا أبنائكم وين، وشوفوا قادة البرلمان وين قاعدين. تم دفن جثمان ضياي، جثمان قتيل في المقبرة اللي خاصة بهم، دايرين لهم مقبرة. فسبحان الله بعتهم الدنيا كلها، بعتهم الدنيا كلها، حتى الهلال الأحمر ومؤسسة المجتمع المدني وغيره من المنظمات الراسلوا فين، تعالوا استلموا جثمان ضياي، قالوا يعني شيء مهاله ولا شيء، وين مدى الجنون كذا، عندنا مقبره يعني كما بوش ديرين احتياط. حملة إعلامية شعواء على ثوار بنغازي من قنوات تبث من خارج البلاد سبقت ما يسمى عملية الكرامة، وجهت لتشويه الثوار وأججت الناس على قتالهم، فقلبت الحقائق وزيفت الوقائع. سبقت ما يسمى عملية الكرامة حملة إعلامية شعواء على ثوار بنغازي من قنوات تبث من خارج البلاد تابعة لرجال أعمال معروفين، عملت قنواتهم على تشويه الثوار وأججت الناس على قتالهم، فقدمت الضحية على أنها الجلاد والعكس، فالاغتيالات التي كانت مادة دسمة في هذه القنوات لم تتوقف بعد عملية الكرامة، بل وأضحت عمليات القتل في بنغازي يفتخر بها مرتكبوها على صفحات التواصل الاجتماعي. ويرى كثير من المحللين أن مثل هذه الأحداث تمر مرور الكرام على القنوات المؤيدة لمجرم الحرب حفتر، فالمبادئ عندها تحضر حينا وتغيب أحيانا، وإلا فلماذا تغض الطرف عن هذه الاغتيالات في بنغازي
ورمي الجثث في مكبات القمامة؟ ولماذا تغض الطرف عن جرائم الحرابة في المناطق المؤيدة للكرامة في الطريق الرابط بين الزاوية وطرابلس، حيث تمركزت هناك كتائب تعلن تبعيتها لميليشيات حفتر لا تختلف جرائمها على ما يحدث في بنغازي؟ هذه هي إفرازات ما يسمى عملية الكرامة، والتي لم تكتفي بالدمار والقتل والتشريد، بل ساهمت منذ بدايتها في الأزمة الاقتصادية أيضا، وفي ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بسبب تسلط تجار الحروب الذين استفادوا من الفوضى الناتجة عن الحرب التي أشعلها حفتر، فتاجروا بقوت الليبيين ليسببوا أزمة اقتصادية زيادة على الأزمات الأخرى. ويرى كثير من المراقبين كل هذه الفوضى في البلاد ما كانت لتحدث لولا حرب حفتر على بنغازي. وإن كان حفتر ظهر في الواجهة، فللعملية أذرع خفية تتستر من وراء ستار الأعلام والتجار ودول خارجية تدعم هذه الحرب على الثوار. هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة مما يعرف بالكرامة أن أمير ميليشيات الصاعقة التابعة لما يعرف بالكرامة ونس بوخمادة رفض استقبال المدعو محمود الورفلي بوخمادة أعرب عن عدم تخليه عن الورفلي بعد أكثر من عامين عملا فيها معا، قائلا إنه قدم الكثير لميليشياته في مدينة بنغازي. وفق قوله يشار إلى أن الورفلي ظهر في مقاطع فيديو وهو ينفذ إعدامات بحق مدنيين عزل بلا سلاح في شوارع بنغازي بدون وجود أي أحكام قضائية. وصل إلى مدينة بنغازي وفد من الجيش المصري بقيادة رئيس أركان الجيش محمود حجازي للمشاركة في احتفالات مجرم الحرب حفتر الذكرى الثالثة لإطلاق حربه على مدينة بنغازي. وكان حجازي وصل صباح الأربعاء إلى بنغازي صحبة عدد من المرافقين والعسكريين في المجالات المختلفة قادما من منطقة الرجمة بعد لقاء مجرم الحرب حفتر. وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم سلطة الانقلاب في مصر لمجرم الحرب حفتر في حربه على ثوار. اعتبرت صحيفة العرب الجديد استعراض مجرم الحرب حفتر لميليشياته في الذكرى الثالثة لحربه على بنغازي رسالة ضمنية لفشل لقاءاته مع فايز السراج. الصحيفة في تقرير لها نشرته صباح الأربعاء وضحت أنه كان من المفترض أن يلتقي حفتر والسراج في القاهرة الخميس الماضي، مؤكدة وجود أسباب غير معلنة حالت دون تحقق اللقاء. لفتت الصحيفة المصرية لأن مجرم الحرب حفتر استمر أثناء كلمته في الذكرى الثالثة لحربه على ثوار بنغازي في وصف المناوئين له بالإرهابيين والعصابات الخارجة عن القانون في إشارة له للكتائب الموجودة في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية. اسم جديد يضاف إلى قائمة القافزين من مركب الكرامة الغارق، هذه المرة منصور عبيد أحد أبرز الإعلاميين المسوقين لنكبة الكرامة، وكشف جملة من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الكرامة وأن هناك لاعب الاستخباراتية وراء الاغتيالات والقتل وما حدث بساحة الكيش. بعد التحشيد لمركب الكرامة عبيد يقفز ويلحق بركب الفارين. منصور عبيد أحد أبواق الكرامة وعربيها وأبرز المسوقين لها منذ انطلاقتها، ينضم للذين استفاقوا من سباتهم بعدما برعوا في نشر الأكاذيب طيلة السنوات الماضية من عمر هذه العملية. عبيد لم يكن الأول الذي ينشق عن نكبة الكرامة وحتما لن يكون الأخير، فقد سبقه انشقاق لأبرز قادة الكرامة من أمثال المهدي البرغثي، آمر كتيبة 204 دبابات، بالإضافة لمحمد حجازي الناطق باسم ميليشيات الكرامة وفرج البرعصي آمر محور وسط البلاد.
وفضح عبيد سياسات الكرامة وكشف خبايا الكثير من الأحداث التي دبرها قياداتها، وذلك في استضافته بإحدى القنوات الفضائية. لكن يكون في لعبة استخباراتي والهاون يكون لعبة استخباراتية، ولكن أصبح العملية لتأجيج الشارع مقتل محمد بقعيقيس بعد أن فتح الملفات. عبيد لم يكن مغيبا عما يرتكبه مجرمو الكرامة بحق أبرياء بنغازي، لأنه ببساطة كان من ضمن المتآمرين والمحرضين ضد الثوار، وقاد كتيبة إعلامية قذرة، وظل ينفث سمومه من خلال ترأسه لقناة ليبيا أولا وقناة ليبيا الكرامة. عبيد ورغم كشفه للكثير من جرائم وفظائع مجرم الحرب حفتر وصحواته، إلا أنه لم يأتي بجديد، لأن تلك الجرائم لم تتم في الخفاء، بل الفاعلون لتلك الفظاعات قد وثقوا بأنفسهم ما ارتكبت أيديهم وقد تفاخروا بها على الملأ. هنالك الآن شواهد على ألعاب استخباراتية، تم استهداف أشخاص قد قالوا كلمة الحق، هناك أشخاص قد غيبت وهناك أشخاص قد قتلت، وأصبحت الشكوك تلف حول من المستفيد من هذا، من كل هذا. نعم، نحن عندما نتحدث عن 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 ما يحدث الآن، عندما نتحدث عن مظاهرة الكيش، فهل يشفع العبيد انضمامه لقافلة المنشقين عن الأسير المهزوم، وهو الذي كان رقما صعبا في نكبة الكرامة ومن أبرز الداعمين لها؟ وبماذا سيبرر تسويقه لهذه النكبة وتحشيده لها وتزييفه للحقائق والتلاعب بعقول الناس وافتراءه على الثوار بواسطة ترسانته الإعلامية طيلة الثلاث سنوات الماضية؟ فحفتر هو الحائز على نجمة العبور في حرب العبور في 6 أكتوبر، أحد القادة الميدانيين الذين شاركوا من الجيش الليبي في حرب العبور. تصعيد الآن أتى عندما هؤلاء المتأسلمين أصبحوا يقتلون أبناء الجيش وأبناء الشرطة بالجملة. أكد ناشطان اثنان من المنطقة الشرقية اختطاف ما منتصف العام الماضي من قبل مجموعة سلفية تابعة لمجرم الحرب حفتر بسبب تدويناتهم على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقادهم لعمليات الخطف المتكررة والقتل غير المبرر. جاء ذلك خلال منتدى أقامه مركز التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان بالعاصمة التونسية، حيث كشف المدونين عن تعرضهم لكافة أنواع الترهيب والتعذيب في سجن غرنادا لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهما للمخابرات الإيطالية. وقال الناشطان إن ميليشيات مجرم الحرب حفتر تشن حملة استهداف واسعة ضد المدونين والنشطاء المدنيين، مؤكدين عزمهما على مواصلة نشاطهما وانتقادهما لكل الممارسات المخالفة للقيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية. أكدت رابطة أهالي بنغازي المهاجرين في بيان لها الأربعاء بمناسبة الذكرى الثالثة لنكبة الكرامة أن حق أبناء بنغازي في تحرير مدينتهم وإعادة أهاليهم المهاجرين هو حق لن تطويه السنين. البيان حمل بعثة الأمم المتحدة وكل أجسام اتفاق إسخيرات مسؤولية استمرار الدماء في بنغازي من أن يحركوا ساكنا، بل نراهم يشيدون في موقف مخزن بمن يشعل النيران بالمدينة في انحياز واضح بعيدا عن الوفاق الذي يدعونه. ختم البيان مناشدته قبائل الشرق الليبي لمراجعة الحسابات بعد عظيم تكاليف هذه الحرب، وإنه آن الأوان للعودة عن دعم هذه العملية المشؤومة. كشف الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص عميد محمد الغصري عن وجود عناصر تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة وادي بي فرت من مدينة سرت بان تحريرها. الغصري في تصريح صحفي لا الأربعاء أوضح أن قوات من غرفة عمليات البنيان المرصوص اشتبكت مع عناصر مما يعرف بتنظيم الدولة على الطريق ما بين بوغرين وبنجيم القريبة من سرت. وأشار المتحدث باسم غرفة عمليات البنيان إلى أن عناصر التنظيم الموجودة في المنطقة استولوا السبت الماضي على شاحنة وقود اعتقلوا سائقها حسب قوله.
قال عضو لجنة الحوار بالمؤتمر الوطني العام عبد الفتاح الشلوي أن اللجنة المكلفة من قبل رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين باشرت الأربعاء في عقد اجتماعات تشاورية للدخول في جولات الحوار السياسي الليبي. الشلوي في تصريح لقناة التناصح أكد أن القرار الذي صدر من قبل رئاسة المؤتمر بشأن تكليف لجنة للحوار السياسي جاء بعد زيارة وفد المؤتمر إلى غينيا كوناكري، مبينا أن الاتحاد الأفريقي أعطى الإعازة للمؤتمر للدخول في الحوار السياسي على أنه طرف أساسي للحوار في ليبيا وليس من المعرقلين. وأضاف الشلوي أن الاتحاد الأفريقي رحب برجوع المؤتمر الوطني كطرف رئيسي للحوار السياسي بعد إصدار قرارا بتكليف لجنة للتحاور مع كافة الأطراف الوطنية. كشف موقع روسي عن قرب إجراء القوات العسكرية الروسية مناورات عسكرية واسعة قرب السواحل الليبية على البحر الأبيض المتوسط. الموقع أوضح أن القيادة العسكرية الروسية أبرقت إلى شركات الطيران العالمية التي تحلق فوق أجواء المتوسط بأخذ الحيطة والحذر خلال الفترة من 24 و 27 من الشهر الحالي. أشار موقع RBC إلى أن هذه المناورات ذات طابع تدريبي، مضيفا أن شفرة المنطقة المذكورة على موقع إدارة الطيران الفيدرالية تدل على أن المناورات تشمل كامل السواحل الليبية. أعلن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي الأربعاء أن المجلس بصدد التحضير لإرسال بعثة وزارية إلى ليبيا خلال الشهر الجاري. شرقي في تصريح صحفي أكد أن مهمة هذا الوفد تتمثل في الإسهام لإيجاد حل للأزمة الليبية، مشددا في الوقت ذاته على التحذير من التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. وأشار شرقي إلى أن الحل النهائي للأزمة لا يمكن أن يكون إلا من خلال الليبيين أنفسهم. قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تجاني إن ما يحصل في ليبيا من أزمات هو مشكلة أوروبية في الأساس. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مع رئيس الاتحاد الأفريقي. وحسب وكالة الأنباء الإيطالية نقلت عن تجاني قوله إنه ليس مفيدا أن تكون إيطاليا لوحدها في البحث عن حل للأزمة الليبية، مؤكدا أن أوروبا إذا رغبت في هزيمة الإرهاب والقضاء على الهجرة عبر المتوسط يتعين عليها القيام بعمل جماعي لتوفير الأمن والاستقرار في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وفق تعبيره. من جانبها نفت وزارة الدفاع الإيطالية ما أشيع في بعض الصحف حول إرسال جنود إيطاليين للتمركز بين الحدود الليبية النيجرية بغرض التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. الوزارة الإيطالية أكدت أنه لا توجد فرضية تشغيلية بهذا الصدد، موضحة بأن برنامجا مثل هذا يحتاج لإقامة دورات تدريبية مسبقة. هذا وتحدثت صحف إيطالية الأيام الماضية عن خطة إيطالية تهدف لنشر كتيبة قوامها 500 عسكري لوقف في تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى ليبيا الذين ينطلقون بعد ذلك عن طريق البحر إلى إيطاليا. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل احتفالية بمدرسة الأمن بدرنا بمناسبة انتهاء العام الدراسي. Oh,
على صحب فقدناهم، على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم. واجد من الليبيين في البداية انخدعوا بعملية الكرامة، واجد منهم تأثروا بالإعلام. كم واحد من هؤلاء تبينت له الحقيقة الآن؟ وكم دارت من الأقدار رمتنا خلف مرماهم وأنستنا نهار العيد. كم احتاجوا من الوقت علشان يفهموا أن الكرامة انقلاب وإجرام وعودة للبؤس والظلم. وليل البعد أعياهم وكم حملت لنا الأيام. هؤلاء الشهداء دفعوا دماء وأرواحهم ثمن الوقت اللي احتجناه نحن علشان نفهم حقيقة الكرامة. تقبل إخوة في الدرب مضوت. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. قام فريق عمل حملة إحسان للأعمال الخيرية بتعاون مع جهاز الخدمات العامة غريان بتنظيم جولة ترفيهية لعمال النظافة داخل النطاق البلدية في منتزه أبو غيلان. أحد الأعضاء بفريق عمل حملة إحسان قال إن الحملة كانت لأجل إخراج العمال من أجواء العمل الشاقة والإحساس بالغربة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدورة جاءت كمبادرة من شباب المدينة المتطوعين بمساعدة مجموعة من الكليات الدراسية. عقد مساء الأربعاء اجتماع لأهالي وسكان جنزور للتشاور بخصوص عملية الخطف التي تعرض لها أحد أطفال المنطقة. الصفحة الرسمية لمركز جنزور الإعلامية أوضحت بأن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة قانونية شرعية للبث في القضية، على أن يعرض ما تخلص إليه اللجنة على الناس في اجتماع أهلي يعقد السبت القادم الموافق 20 من الشهر الجاري بساحة جنزور. أشاروا إلى أن عددا من المواطنين بمنطقة جنزور قد تعرضوا لعمليات خطف وطلب فدية من قبل مجموعات خارجة عن القانون. دعا رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي الخيرين من أبناء ليبيا إلى الالتفات لمعاناة المواطنين وتحسين المعيشة لشرائح المجتمع خاصة في شهر رمضان المبارك. الكردي قال إنه من موقع المسؤولية في أجهزة الدولة يدعو وزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي للعمل على سد حاجة الليبيين من خلال توفير السلع، وطلب أصحاب الأسواق والمحلات التجارية ورجال الأعمال توفير السلع وخفض الأسعار، منوها إلى قيام بعض الأسواق برفع الأسعار إلى 50% ما سبب عزوف المستهلك عن الشراء. أجريت ببلدية بيرلاشاب الثلاثاء قرعة الحج لهذا العام بحضور أعضاء من المجلس البلدي ومدير مكتب الإصدار بالبلدية إضافة لعدد من المواطنين. القرعة والتي تمت بمسجد المروة كذا من خلالها مدير مكتب الإصدار بالبلدية يوسف المبروك أن القرعة لهذا العام شملت 111 مشتركا، موضحا أن الحصة المخصصة للبلدية تمثلت في 11 حاجا وحاجة فقط. أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان ترهونة وعضو لجنة التواصل الاجتماعي والمصالحة صالح الفاندي أكد توصلهم إلى اتفاق نهائي لحل كافة المشاكل بين قبائل المشاشية والقنطرار والزنتان. الفاندي في تصريح صحفي له أوضح أن لجنة المصالحة تجتمع الأربعاء في مزدة للقاء جميع الأطراف
وإتمام المصادقة على محضر الاتفاق، مشيرا إلى أن التوقيع النهائي على الاتفاقية سيكون يوم الخميس في مدينة الأصابعة. هذا وسبق لقبائل المشاشية أن طالبوا أهالي منطقة الجبل الغربي بعقد مصالحة شاملة بقصد السلام عقب رجوعهم إلى منازلهم بمناطق العمر والعونية وزاوية البقول. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يزداد الطلب على شراء المواد الغذائية، ومعه يبدأ مسلسل ارتفاع الأسعار المتكرر. فارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة أصبح يطال المواد الغذائية بدون استثناء. كاميرا التناصح تجولت في بعض الأسواق بمدينة ترهونة واستطلعت آراء المواطنين بها. دواخل بتجيش بضاعة مدعومة، بضاعة مدعومة في طرابلس، زليطن، مصراتة، خمس، باقي مناطق تانية خيرهم. نبي منه مسؤول يعني على البضاعة هي المدعومة. خلينا ما نتكلموش في الإعلام. الإعلام خلينا ما نتكلمش على البضاعة المدعومة اللي تجيها يومياً. إبراهيم. يومياً تخش البضاعة مدعومة، يومياً تخش. إبراهيم. وين تمشي وين؟ أسواق معروفة في طرابلس ينزلون في بضاعة مدعومة. يسكتوا في الشعب. زحمة، تلقاها توابير. بخير ترهونة. خير مناطق ثانية بن وليد. مسلاتة. مناطق قلبه خيرهم. من المسؤول نبي هذا؟ من المسؤول هاي؟ أول حاجة نهني الشعب الليبي بقدوم مناسبة شهر رمضان المبارك، ونتمنى انخفاض الأسعار مناسبة شهر رمضان. هذا الواقع، فهمت؟ هذا الواقع، ما لك شيء من السنة المدعومة هذه. نسمعوا بالكلام باللسان لكن فعلا لا. وين الجمعيات؟ اليوم 3 سنين نسمع فيه كلام الجمعيات، احنا مش سنه والله، سنين، 3 سنين كلام بدون فعل بس. ايوه، والحال يعني من رب المواطن. ايه المسؤول وينه؟ يجيبها ربي ان شاء الله، والله يجيبها ربي. ناس صندوق الموازنة، وصندوق الموازنة اللي بيجيب الزيت اهو، صندوق الموازنة مدعومة، الضاعة مدعومة، نشري ب 53 بالشيك ونبيع ب 55 للمواطنين. قديش من المواطن هو هذا؟ تعال للزيت 55، الطماطم ب 30، هو بجل سعر تلقاها زيت ما يصيرش حق 30 دينار، ولا الطماطم اللي سعره ب 20 دينار ناخذ فيه بالشيك 28. قديش من المواطن مسكين؟ اي قديش من المواطن؟ من السعر، من الدقيق، من السكر. وين صندوق الموازنه اللي بيجيب بضاعه لينا شهرين؟ نسمع بضاعه جايه، بضاعه جايه، جايه الزيت، جايه الطماطم، جايه الدقيق، جايه الطن. مسكتها في الشعب. باقي يتكلموا يطلعوا في الاعلام يقولوا احنا ما نقدروش، خلوا التجار يجيبوا بضاعه. معروفين التجار المفروض يجيبوا بضاعة، هاي شركة مفروض حتى القنوات القنوات اللهم كلهم على القنوات، ترى القنوات مفروض اللي جاب الزيت هو يراقبوه وين مشى الزيت لمن نزل. كلش تبيعه مش ننزل اني حاوي 2-3 في السوق المهاري ولا السوق بستان، انا ابيعها ب20 واني ناخذ بكميه ب50. تكلم ابدا بالاعلام، الاعلام يتكلم الزيت، على الطماطم، على السكر، يطلع هم وين؟ هم حاجه اليوم اليوم الاعلام، راه الاعلام كان ما طلعش ما تكلمش، راه الشعب والله مسكين. والله الاسعار شو نقول لك، والله فيها غلاء الحق. أقيم بديوان بلدية زليطن ورشة عمل حول الاستثمار في الموانئ البحرية بنظام البي أو تي تحت إشراف لجنة ميناء زليطن ولجنة الموانئ والنقل البحري بكلية الموارد البحرية. أوصت ورشة العمل التي عقدت الأربعاء بتشجيع نظام الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التركيز على جانب تجارة العبور في ميناء المدينة. وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي زليطن، فقد حضر ورشة العمل عميد البلدية المكلف وعضو بالمجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية، إضافة إلى عميد كلية الموارد البحرية وعدد من المهتمين والمختصين في مجال النقل البحري والموانئ.
باشرت الأطقم الطبية وطبية المساعدة بقسم الإسعاف بمستشفى زليتنا التعليمية أعمالها بمبنى المستشفى الجديد بعد صيانته وافتتاحه الأسبوع الجاري. ونقلت الصفحة الرسمية للمجلس البلدي زليتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مدير الشؤون الطبية بمستشفى زليتنا التعليمي قوله أن أعمال الصيانة جاءت بجهود الخيرين وبتبرع من رجال أعمال المدينة، وكذا أن العمل جار لاستكمال باقي مرافق المستشفى. قال مدير فرع مصرف الوحدة وكالة سرت حسين درياج الأربعاء أن الإدارة العامة للمصرف وافقت على صيانة مقر مصرف وكالة الوحدة بجامعة سرت، وقال أن الصيانة تبلغ قيمتها الإجمالية 290 ألف دينار تنفذها إحدى الشركات الوطنية للمقاولات بسرت، ولكن لم تشرع بعد في التنفيذ لأن إدارة الجامعة التي يقع المصرف في حرمها لم تعطي الموافقة بعد، كما أن للجامعة بعض المقترحات والتصورات على الصيانة وستبدأ الصيانة خلال الأيام القليلة القادمة حسب قوله. أقامت جمعية العلا للأعمال الخيرية ببلدية لبونيس اليومين الماضيين معرضا للموروثات والصناعات التقليدية. بحسب صفحة رسمية للمجلس البلدي لبوانيس فإن المعرض تتخلله عروض ولوحات فنية إضافة إلى الصناعات اليدوية وآلات النسيج. وحضر المعرض الذي أقيم بمنطقة سمن أعضاء من المجلس البلدي لبوانيس وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة إضافة إلى عدد من أهالي لبوانيس. نظمت مدرسة الأمل بمدينة درنة بمقرها الذي تعرض لأضرار مادية جسيمة بان حرب أهالي المدينة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة احتفالية بمناسبة انتهاء العام الدراسي. وشهد الاحتفال تقديم فقرات متنوعة حيث كرم خلاله الطلبة المتفوقون وعدد من الشخصيات التعليمية. وطلب أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الأمل على هامش الاحتفال الجهات المسؤولة في البلاد بالتدخل وصيانة المدرسة. أشاروا إلى أن مدرسة الأمل من أبرز المواقع التي اتخذها أهالي درنة تصدي لمحاولة ما يعرف بتنظيم الدولة للدخول والسيطرة على حي السلام على حي الساحل الشرقي، الأمر الذي أسفر عن إصابة مقر المدرسة بأضرار مادية كبيرة. المدرسة التي خرجت أجيال تلو الأجيال والآن تحيي حفل تكريم أبنائها، ولكن بجراح مثقلة نناشد كل المسؤولين في ليبيا عليكم أن تتقدموا بصيانة هذه الصرح العلمي. أعلن المصرف المركزي بطرابلس أنه تم بيع 238 مليون دولار للأفراد عبر منظومة النقد الأجنبي منذ انطلاقها في 12 من فبراير الماضي وحتى أمس الثلاثاء. وكان المصرف المركزي قد أطلق منظومة النقد الأجنبي للأفراد في 12 من فبراير الماضي وقام بتخصيص وإيداع الأموال للمصارف التجارية بالسعر الرسمي ليوم الشراء وبقيمة 400 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة. ودعا المركزي المصارف التجارية وفروعها بالشروع في تنفيذ ما ورد في بيانه بشأن بيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق المصارف التجارية وتلبية الطلبات المقدمة إليها من أرباب الأسر. في ظل ضعف الدولة الليبية شركة فنترشل الألمانية تخفض إنتاجها من الخام النفطي في ليبيا بأكثر من 100 ألف برميل يوميا بسبب نزاعها مع مؤسسة النفط. نزاع برائحة الخام النفطي أخذ مكانه بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترشل الألمانية التي تمتلك حق إدارة امتيازين نفطيين في حوض شرق مدينة سرت بموجب عقدين كانا قد وقع عام 1966، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للنقطتين إلى نحو 100 ألف برميل يوميا. مذكرة تفاهم سبق وإن وقعت في أغسطس 2010 تم بموجبها تمديد عقدي امتياز فنترشل لمنطقتي العقدين وتحويلهما إلى اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج وبأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2008،
تماشيا مع ما قامت به المؤسسة مع الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في ليبيا، غير أن الشركة الألمانية لم تحترم ذلك الاتفاق حسب تصريحات للمؤسسة الوطنية للنفط. وتأتي إشكالية نزاع الوطنية للنفط مع فينترشل على خلفية صدور قرار للرئاسي المقترح في 25 من شهر مارس الماضي يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين حكومة البعثة والمؤسسة الوطنية للنفط، مما أدى إلى اقتطاع أكثر من 900 مليون دولار من دخل ليبيا من الخام. تمثل الفرق بين شروط العقدين المبرمين مع فينترشل نتيجة التواطؤ بين الشركة الألمانية والرئاسي المقترح لترسيخ الجهود غير الشرعية لحكومة البعثة الأممية للسيطرة على عقود بيع النفط المربحة للبلاد، حسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية نشرته الأسبوع الماضي. من جهتها خفضت شركة فينترشل إنتاجها من الخام النفطي في ليبيا بأكثر من 100,000 برميل يوميا بسبب نزاعها مع مؤسسة النفط، رغم إصرارها على استمرار سريان عقود الامتياز الموقعة مع ليبيا بكامل طاقتها. وأكدت في بيان لها بأنه لا وجود لادعاء مؤكد بشأن الأموال التي يزعم أنها مستحقة عليها. وفي تعليق للجارديان أشارت إلى أن النزاع على مصادر النفط هو جزء من جدل كبير حول ما إذا كان المجلس الرئاسي لحكومة البعثة الأممية قد أخفق في الوفاء بالوعود التي قطعها في نوفمبر الماضي بتمويل أعمال النفط بشكل صحيح. صدت المعارضة السورية المسلحة هجوما لميليشيا النظام والميليشيات الموالية له على حي المنشية بدرعا البلد جنوبي سوريا. وذكر ناشطون أن 5 مدنيين من عائلات واحدة قتلوا في غارات شنتها مقاتلات على قرية رسم الحمام بريف حلب الشرقي. مصادر بالمعارضة السورية في تصريح صحفي الأربعاء قالت إن ميليشيا النظام قصفت بصواريخ أرض أرض والمدافع الثقيلة الأحياء السكنية في درعا البلد بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة في حي المنشية، كما استهدفت طائرات حربية روسية أحياء درعا البلد وألقت مروحيات النظام 4 براميل متفجرة أدت لحدوث دمار واسع في الأبنية. قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن موقف واشنطن واضح من مسألة سفر الرئيس السوداني عمر البشير، لا ترفض أي دعوات لسفر أي شخص صدرت بحق مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. ووجهت السعودية دعوة إلى الرئيس السوداني عمر البشير لحضور القمة التي تستضيفها الأحد وتجمع قادة دول عربية وإسلامية مع رئيس دونالد ترامب. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق البشير عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ عام 2003 حربا أهلية أسفرت عن سقوط أكثر من 300,000 قتيل بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن موسكو مستعدة لكشف تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في مدينة سوتشي الروسية إنه إذا وافقت الإدارة الأمريكية على ذلك فهم مستعدون لأن يقدموا محضر الحوار الذي دار بين لافروف وترامب إلى الكونغرس الأمريكي، مؤكدا على أن روسيا لم تحصل على معلومات سرية من واشنطن كما ادعت تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام أمريكية. أعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الأولى في ولاية رئيس مانويل ماكرون الأربعاء، وجاءت متوافقة مع انفتاح على الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأطياف السياسية المختلفة. ووفقا للتشكيلة الجديدة التي رأسها إدوارد فيليب، يشغل وزير الدفاع المنتهي ولايته الاشتراكي جان إف لودريان حقيبة الخارجية والشؤون الأوروبية،
وتشغل نائبة الأوروبية سيلفي جولار حقيبة الدفاع، ومنحت حقائب وزارية المهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملة ماكرون الانتخابية، بينهم رئيس بلدية ليون الاشتراكي جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرانسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل، في حين حظي اليميني برونو لومير بحقيبة الاقتصاد. مشاهدينا، هذه جولة سريعة في أحوال الطقس. قبل ختام النشرة، مشاهدينا، تذكير بأبرز عناوينها. مفتي الديار الليبية يبارك جهود الخيرين من أهالي الزنتان والمشاشية لعقد الصلح بينهما. والطيران الأجنبي الموالي لما يعرف بالكرامة يكثف من استهداف لمنطقة وسط البلاد ببنغازي. مواقع روسية تتحدث عن مناورات مرتقبة للقوات العسكرية الروسية قبالة السواحل الليبية. كمان إلى هنا مشاهدينا نصل بكم إلى ختام هذه النشرة، قدمنا لكم من قناة التناصح، شكرا على حسن المتابعة، تصبحون على خير.